السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين مكتبتك. معاكم محمد. فيديو جديد هنتكلم فيه عن ساعه سمارت. طبعا اكيد يعني هنتكلم عن ايه غير الساعات السمارت، لكن المره دي احنا جايبين براند مختلف، براند صيني بيقدم برضو ساعات وبيقدم ايربود وبيقدم باور بانك وكابلات وقصه كبيره جدا، بس هو اول مره اشتغل في البراند ده في الساعات الذكيه، وهو براند هاينوتك. هاينوتك براند صيني معروف برضو مشهور وبقاله فتره بيعمل منتجات مختلفه، واحنا النهارده جايبين الساعه الكوبي لأبل من البراند. كل معانا الساعة الاتش 78 برو ماكس اللي احنا شايفينها معانا دي، واحدة من الساعات الكوبي لأبل. تيجي مواصفات حلوة جدا وبتيجي امكانيات جميلة جدا، هنستعرضها مع بعض دلوقتي. احنا عاملين مسابقة على صفحتنا على الفيسبوك، كنا سألناكم وقلنا لكم توقعوا اسم الساعة. طبعا مش اي حد توقع اسم الساعة نهائي، وده كنا متأكدين منه يعني، لان الساعة لسه جديدة. لكن ان شاء الله نعمل مسابقات تانية وهنعمل جوائز تانية، فتعالوا نبدأ الفيديو ونشوف الساعة قدم لنا ايه. يلا بينا. اول حاجه نتكلم عنها في استعراضنا للساعه الهاينوتك جيرماني، زي ما قلت لكم يعني يعتبر ده براند صيني اصلي، زي مثلا جيروم وريماكس والحاجات الصيني اللي بتبقى جايه بالكواليتي حلوه جدا. فاحنا معانا الهاينوتك جيرماني زي ما احنا شايفين كده، مكتوب هنا بيج سكرين، الشاشه حجمها 1.82 انش. مكتوب هنا كمان اسم الموديل وهو اتش 78 برو ماكس. مكتوب ان الساعه ووتر بروف وايرلس تشارج، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. في الظهر هنا مكتوب ان الساعه سيريس 7، ومكتوب ان هي حجمها 45 44، واسم الموديل وايرلس تشارجنج. مفيش اي حاجه تانية، ده الكيو ار بتاع الموقع. هنا اللون بتاع الساعه، ومكتوب هنا سبيس الومنيوم كيس اللي هو اللون الجميل اللي احنا بنحبه اللي هنشوفه. مكتوب هو سمارت ووتش از نوت ميديكال ديفايس، ما هواش منتج طبي. يلا بينا نفتح العلبه مع بعض. اول حاجه عندنا في العلبه هو الضمان، والضمان ده دولي، يعني هيكون ضمان المحل اللي انت بتشتري منه. مكتوب فيها كمان هنا الكيو ار بتاع البرنامج، السكان كيو ار، بتشتغل على برنامج الوير فيت برو. بالمناسبه اي حد هيشتري من عندنا اي ساعه بتشتغل على برنامج الوير فيت برو ان شاء الله ياخد نسخه تفتح فيها كل الخلفيات مجانا. ده بالنسبه للكتالوج وشهادة الضمان. ده بقى شكل الاستراب، استراب جاي متقفل بشكل حلو جدا في كيسه كده، يعني نوع من انواع الدلع كده في المحتويات. كمان عندنا نفس الكلام برده الشاحن الوايرلس جاي برضو في نفس الكيسة. بالمناسبة الشاحن بيشحن الساعة في حوالي من ساعتين لثلاث ساعات. فده بالنسبة للمحتويات. عندنا اخر حاجة بقى في العلبة، وهو الساعة اللي جاية بالشكل ده، بتكون متغلفة بالشكل ده كده، وبيكون عليها لازقة مكتوب عليها اسم البراند اللي هو هاينوتك جيرماني. طبعا بنشيل بقى اللازقة دي كده، وده شكل الساعة. وزي ما قلت لكم قال اللون السبيس جري او الالومنيوم كيس، وهنا اهي ساعة كوبي سيريس 7، وده شكل الشاشة. الشاشه بص تحفه، انا نزلت لكم اصلا ليها صور وسالت الناس على توقعاتكم لاسم الساعه. طبعا ما حدش توقع الاسم صح، لكن يلا بينا نخش على الجزء الثاني ونتكلم عن السوفت وير والمواصفات التقنيه بتاعت الساعه. فيلا بينا هنتكلم عن المواصفات التقنيه والسوفت وير، وادي شكل الساعه في الايد. اول حاجه بنشغلها بضغطه طويله على الزرار ده كده، زي ما انت شايف اسم البراند هاينوتك جيرمان. يعني دخلت دفة على الويب سايت كده وشفت الشركه دي وشفت المنتجات بتاعتها، فهي هي شركه صيني بتعمل المنتجات سواء ايربود او ساعات او باور بانك. شركه صيني بتعمل منتجات الاكسسوار الموبايل بقى لها فتره، وهم عاملين كذا ساعه. النهارده بنتكلم عن الهاينوتك جيرماني اتش 78 برو ماكس، كمان متوفر من عندهم الساعه الار دبليو 11 الراوند اللي هنعمل عنها برده ريفيو قريب باذن الله. فمبدئيا كده شغلنا الساعه، ودي شكل الساعه في زي ما احنا شايفين. الساعة بتيجي بحجم شاشة 1.82 انش، بتيجي بريزوليوشن 320×385، الشاشة كلها بتعمل بالتاتش، التاتش بتاعها جميل جدا. طبعا الشاشة من نوع الاي بي اس. الشاشة بتيجي بدون حواف مع انحناء جميل كده من هنا، بيدي شكل حلو جدا الساعة لبس الساعة. البطارية بتيجي بحجم 280 ملي امبير، مع الشركة بتدعم الاستخدام الادنى للطاقة، فالساعة تقعد معاك ستاند باي بدون اي توصيل او حاجة، ممكن تقعد لحد 10-15 يوم، ومع الاستخدام المتوسط في اتصالها برنامج بتقعد معاك في رينج من 3-4 ايام. وطبعا المعتاد لو انت موصلها بلوتوث دايركت هتقعد معاك يوم ونص بالكتير. من المواصفات المهمه في الساعه وهو البلوتوث، البلوتوث بتاع الساعه 5.2، وده بيدي استقرار حلو جدا في الاتصال مع الموبايل، وما يخليش الساعه تفصل منك او تعلق او تهنج منك. عندنا البادي بتاع الساعه مصنوع من الالومنيوم زي ما احنا شايفين، والابعاد الخاصه بالساعه، الساعه بتيجي بسمك 13.7 مل، تيجي بعرض 38
ملي وبتيجي بطول 45 ملي زي ما احنا شايفين. طب بالنسبه للمواصفات التقنيه بقى نخش على الساعه ونتكلم عنها بالتفصيل زي ما احنا متعودين. عندنا 3 زرار اللي بيخش اون واوف على الساعه، ونفس الاوبشن موجود برده في الزرار اللي تحت. عندنا هنا السكرول شغال بشكل كويس، ده تغير باك جراوند من على السكرول. ملاحظ ان الكواليتي بتاعه الشاشه والماتيريال بتاعه الشاشه والالوان بتاعه الشاشه مميزه قوي ومريحه جدا للعين. كمان التاتش بتاع الساعه ولمسه ايدك على التاتش مميزه جدا. الحاجات اللي لاحظتها في الساعه ان هي برده الداتا اللي بتبقى على الخلفيات بتبقى داتا حقيقيه مش داتا وخلاص. يعني لما هنفتح باك جراوند زي دي، فانت عندك هنا داتا زمن، درجه الحراره الفعلي، وعندك ده اليوم الفعلي، ده التاريخ، ودي الساعه، وده البطاريه. مش مجرد ارقام وخلاص، كان في ساعات تانية في الساعات الكوبي الخلفيات موجوده منظر بس، لكن اول ما بتبص على اي داتا من الداتا دي ما بتلاقيهاش فعليه، بتلاقيها ارقام وخلاص. من الملاحظات اللي حابب اتكلم معاك فيها، الساعه بتدعم طبعا 8 خلفيات في الواجهه، وبتقدر تنزل عليها خلفيه من على البرنامج الخاص بيها وبرنامج الوير فيت برو. وبنقول برده بنكرر، لما تشتري الساعه من ستور المكتبه واي ساعه بشغل برنامج الوير فيت برو، هتاخد نسخه من تطبيق برنامج الوير فيت برو مفتوح فيه كل الخلفيات. طبعا الاوبشن ده لحد وقت محدد، لان ممكن في اي وقت الشركه تقفل الاكونت. ايه بقى اللي موجود هنا عندك؟ لما الشاشه هنا بنقدر نتحكم في الخلفيات، ضغطتين على الشاشه بالشكل ده بتجيب لك الشاشه الجانبيه اللي بيكون فيها اخر 4 تطبيقات احنا فتحناهم. فده بالنسبه للسوايب ناحيه اليمين او سوايب ناحيه الشمال. لما بنسوايب لفوق كده بنخش على الاشعارات، والاشعارات شغاله بشكل كويس. المعتاد بتاعه الساعات بتشتغل على الوير فيت برو بتيجي بالشكل دوت، وبيكون عدد محدود من الكلمات. لما بننزل تحت كده بنخش على الشورت منيو، بيعرف هنا الساعه مرتبطه ولا لا، وهنا البطاريه نسبتها كام. لو انت عايز توصلها عن طريق المكالمات، هنا تحكم في السطوع، ده اوبشن الشير لوكيشن اللي موجود في الساعه. عندنا هنا الدفع عن طريق الكيو ار، السوشيال ميديا، دفع عن طريق علي بي. طبعا حاجه الدفع عن طريق علي بي ده مش مدعوم في الوطن العربي. وعندنا هنا وضع عدم الازعاج، وعندنا هنا السيتنج، وعندنا هنا لو عايزين نعمل اوف الساعه، واخر حاجه لو احنا عايزين نعمل لوك سكرين. ضغط على الزرار بالشكل ده بيدخلنا على القايمه، وضغطه ثانيه بيخرجنا على القايمه. ضغطتين بيدخلنا على طريقه الدفع الذكي من خلال علي بي، لو طبعا هو متوفر. ضغطه برده بيخرجنا، نفس الكلام الزرار اللي تحت بيعمل نفس الاوبشن بالظبط، ضغطتين بيدخلنا على علي بي. ده بالنسبه للاستخدامات بتاعت الزرار. نخش على القايمه، نقدر نغير شكل القايمه من خلال ضغطتين على القايمه بالشكل ده. وزي ما انت شايف الوان برده القايمه باين هنا في دايره زرقاء كده، معرفش هتبقى باينه عندك ولا لا، باين الالوان بتاعه الشاشه، وفي خلفيه زرقاء ورا كده اتمنى تكون زهره، بس طبعا هتبقى الاضاءه صعبه جدا. ده شكل انيميشن جوه القايمه زي ما انت شايف. اعتقد احنا ما شفناش الكلام ده في اي ساعه كوبي قبل كده بنفس الكفاءه وبنفس الجوده دي. طبعا ضغطه ثانيه بتخش برده على شكل القايمه اللي بالشكل ده، تقدر تتحكم ما بين القايم وبعضها من خلال ضغطتين على السكرول. طبعا زي ما انت شايف ادي التاتش اللي شغال برده بشكل سموث جدا وسلس جدا، تقدر انت تزوم ان وتزوم اوت جوه القايمه بالشكل. الحاجات اللي موجوده في القايمه هي الحاجات اللي موجوده في كل ساعات الوير فيت برو، مفيش اي اختلاف. نفس الكلام الحاسبه وبرنامج التنفس واللعب الرياضيه، المكالمات، التحكم في الساوند، الداتا بتاعه اليوم بتاعتك، شكل تخرج بره للساعه. فكل الاوبشن اللي موجوده هنا هي هيها اللي موجوده في نفس الاختلاف. مفيش اختلاف جوهري غير في الماتيريال وفي الكواليتي وفي شكل الانيميشن وفي الشكل العام للساعه وشكل الشاشه بتاعتها. هو ده الاختلاف الجوهري في الساعه، وان هي جايه بضمان سنه، ضمان دولي، فانت في الاخر بتاخد ماتيريال محترمه جدا. ده بالنسبه للاختلاف ما بينها وما بين اي ساعه وير فيت برو عاديه. طبعا كالعاده الساعه بتشتغل على برنامج الوير فيت برو زي ما احنا عارفين، ده البرنامج. وبالمناسبه دي النسخه اللي احنا بنطلعها هديه مع اي ساعه دلوقتي بتشتغل على برنامج الوير فيت برو، اللي فيها ان كل الخلفيات اللي موجوده على الساعه بقت مجانيه. فانت ما عدتش بعد كده محتاج ان انت تنزل حاجه مجانا وحاجه لا، كل الخلفيات خلاص بقت مجانا. لو انت اشتريت الساعه من خلال ستور المكتبه هتاخد النسخه دي، لكن طبعا تحسبا لاي ظروف ممكن تحصل فالوضع مؤقت، ممكن الشركه تقفل الاكونت، فبالتالي ما نبقاش عارفين ندي الموضوع لحد غير لو احنا جبنا نسخه جديده من البرنامج. فزي ما انت شايف اهو اي خلفيه كانت بفلوس، كل اللي مكتوب عليه مجاني في اي بي ده كله كان بفلوس دولار و2 دولار، كل الكلام ده دلوقتي بقى فور فري من خلال النسخه اللي معانا دي. ده نقطه مهمه حابب اكلمك عنها قبل ما نخش على البرنامج. بقى في كل الحاجات برده الموجوده في الوير فيت برو، بطاقه العمل لو انت عايز تعمل كيو ار لاي برنامج سوشيال ميديا، محفظه الجيب لو انت عندك اي وسيله دفع من دي تقدر تعمل لها كيو ار تسكنها من على الساعه من خلال الاوبشنز اللي موجوده هنا دي. ده بطاقه الدفع الذكي، وده السوشيال ميديا، وده الدفع عن طريق علي بي. عندك هنا الاوبشن الخاص بالتنبيهات تقدر تفتحه بالشكل ده. نخش نفتح التنبيهات كلها زي ما احنا شايفين كده، موجود معظم او كل البرامج. وبالمناسبه هي البرامج بتزيد مع الوقت
فمثلا احنا كنا زمان ما بنشوفش كل البرامج دي، بعد كده هتبدا نحل مشكله الماسنجر وهتلاقي الماسنجر بيظهر مع الوقت. طبعا موجود بقى تنبيهات زي ما احنا قلنا، والاشعارات بتيجي على الساعه بشكل كويس جدا، وبتيجي زي ما احنا شايفين ادي حجم الاشعار اللي بيجي من البرامج. كمان في لفعه الطقس بيشتغل بشكل كويس، وبتلاقي تزامن الطقس حصل بالشكل ده، وعايز تخش تشوفه هنا على القائمه بيكون شغال برده بشكل كويس على الساعه. كمان في اوبشن التسكير بالصحه، وهو موجود اوبشنين، هو تسكير بالجلوس والتسكير بشرب الماء، او مش محتاجهم بتقفلهم عشان كل شويه بيقعدوا يديك تنبيهات. موجود المنبه، تقدر تضيف اوقات مختلفه منبه بمسميات مختلفه وبتكرار مختلف. في كمان اوبشن البحث عن الصور، والساعه بتعمل فايبريشن كده اول ما بتعمل تبدا او ما بتديها اوردر تعمل بحث عن الساعه. اوبشن التقاط الصوره موجود وشغال بشكل كويس، ومجرد ما بنهز ايدك كده بتقوم الساعه واخد لقطه على طول. في عندنا بقى الاتصالات المتكرره اللي بتقدر تضيف منها ارقام تتكلمك تظهر على الساعه. طيب هي الساعه برضه بتاخد 8 ارقام، 1 2 3 4 5 6 7 8 زي معظم ساعات الاتش تي بي، ومجرد مش كده هتلاقي الارقام ظهرت على الساعه، ولو حد رن عليك هتلاقي الاسم ظهر ودي الارقام اللي انت بعتها للساعه، وتقدر انت تعمل مكالمه من خلال الساعه بالشكل. انا بعد كده الاعدادات الاخرى اللي فيها القياس على مدار الساعه، تحط الاوبشن ده، وفيها عندك في اوبشن لما تقلب ايدك كده الساعه تنور، قوم فتحه من هنا، فمجرد ما تعمل ايدك كده تلاقي الساعه نورت معاك. عندنا هنا اوبشن 12 ساعه ولا 24، لو الساعه عندك 24 تخليها 12، او لو عايز 24 تفتح الاوبشن وتقفله من ده. بالنسبه للبرنامج عندنا طبعا هنا الداتا بتاعت اليوم بتاعتك تقدر تتحكم فيها من هنا، وعندك هنا دي اللي احنا كنا بنشتغل فيه الخلفيات وكده، وزي ما قلنا دي الخلفيات اهو، تقدر انت تنزل خلفيه خاصه برده من على الجاليري. ده بالنسبه للبرنامج بشكل مفصل. نخش على الخلاصه ونقول راي عام عن الساعه، فيلا بينا. والخلاصه وراي عام عن الساعه الهاينوتك الاتش 78 برو ماكس، مبدئيا انت هتحس بتجربه انبوكس مختلفه، وهتحس بكواليتي حلوه جدا وانت بتجرب العلبه من اول ما تفتح العلبه. كمان في استخدام الساعه هتلاقي شاشه في منتهى الجمال، وهتحس ان المنتج بريميوم، هتحس تقفيل المنتج وشكل الشاشه والوان الازاز بتاع الشاشه والاضاءه بتاعه الشاشه من الحاجات المميزه جدا جدا في الساعه. كمان الساعه يعني بقى بالنسبه للاوبشنز وبالنسبه للمواصفات وبالنسبه للصوف ما جاتش بحاجات مختلفه كتير عن ساعات الاتش دبليو او ساعات الويرفيد برو بشكل عام. هي نفس الكلام، بتاخد 8 اسماء، نفس الكلام بتظهر، نفس الكلام الاشعار بيكون عدد محدود، بتشتغل على برنامج الويرفيد برو بطاريه من يومين لاربع او خمس ايام، لكن ككواليتي شاشه وككواليتي تقفيل وشكل بودي بتحس ان انت لابس خامه محترمه جدا. الساعه متوفره حاليا في مصر بشكل عام، في ستور المكتبه بشكل خاص. سعر الساعه في ستور المكتبه في الوقت الحالي 1150 جنيه، متوفره باللون السبيس جراي اللي احنا شفناه في الصور اللي معانا. عشان خلصنا ريفيو الخاص بالساعه الهاينوتك، اول ساعه اصليه اشتغل فيها بتكون بتعمل ساعات كوبي الابل. في النهايه اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه كنت محتاج تعرفها عن الساعه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، الفيديو عجبك اديله لايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.